بيقول في إنجيل متى عشر عشر وإنجيل لوقا تسعة ثلاثة: أوصى السيد المسيح تلاميذه أن لا يحملوا عصا ولا أحذية. أما في إنجيل مرقس في نفس الموضوع أوصاهم أن يحملوا عصا ويكونوا مشدودين بنعال. هو في الاحتفال بالفصح قال لهم يكونوا مشدودين ومستعدين للسفر وعصيهم في ايديهم، لكن كنا الواحد يحمل عصا لكي يتوكا عليها ممكن، لكن انه يحمل عصا لكي يدافع بها عن نفسه دي مش صح. فدايما تاخدوا روح الوصيه وليس مجرد حرفية الوصية. يعني لا تحمل عصا عشان تدافع بها عن نفسك، لكن ممكن تحمل عصا تتوكا عليها، وخصوصا كبار السن وأيضا أصحاب ردة الرعاية في الكنيسة كالأساقفة والبطاركة يحملون عصا كرمز لعصا الرعاية، زي مزمور الراعي 23: عصاك وعكازك هم يعزياني. وبعدين بيقول: هل الله يرسل الشر؟ لا، كلمة الشر عايزة تفسير، لها معنيان. الشر يعني الخطية، الله مستحيل يبعد خطية، لكن احيانا كلمة الشر في الكتاب بتؤخذ بمعنى المتاعب والضيقات، زي ما ايوب حلت عليه التجربة فقال: هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل؟ يقصد بالشر يعني التعب والضيقة، لكن مش الشر يعني الخطيئة.